السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الدورة ديالنا ديال لغة البرمجة سي، وغادي نشوفوا ان شاء الله تروازيام اكزيرسيس على لي طابلو. ثم لي زيكزيرسيس اللي غنخدموا في هذا الفيديو ان شاء الله، الى نشوف الى ما كانش الفيديو طويل بزاف غنخدموهم ثلاثة، كان طويل نقدروا نقسموهم على جوج. بالنسبة للتروازيام اكزيرسيس غومبليغي افيشي ان طابلو دونتي، ديجا درناه في لي زيكزيرسيس اللي قبل، ولكن ماشي ما فيها باس نعاودو نشوفو هاد ليكزيرسيس باش نميتريزيوه مزيان. دونك نديرو واحد نكري واحد نيو بروجيكت كونسول دابليكاسيون، غيو نيكست، نختار لونغاج سي طابلو تسمى دو، ديجا خدمنا الطابلو ان فينيش. نكبر شوية الكتابة، نتمنى ان الكتابة كتبان لكم مزيان. قلنا بما انه طابلو ديزونتي يعني نسميوه طاب دو تيب اونتي. نعطيه واحد لاطي ديال ما نديروش كبير بزاف، نعطيه لاطي ديال خمسة، يكون فيه خمسة ديال لي زونتي. نحتاجو بيان سيغ واحد الكونتور لي هو اي، ونجيو نديرو واحد الفور، فور اي الون دو زيرو جيسكا كاطخ، اي اصغر قطعا من خمسة، اي بلاس بلاس. غنجيو نديرو برينت اف، نقولو لو سيدي دوني لو اليمو، ندير واحد طابولاسيون بيان سيغ تكون U بليس ان، غنديرو سكان اف، غنخزنو هاداك لا دوني اللي دخل لينا ليتيليزاتور، ونديرو لادريساج بيان سيغ نخزنوها في طاب دو اي. بقاش كيما قلنا دابا فاش كرينا واحد الطابلو ديال خمسة، يعني راه بحال كنديرو خمسة ديال، يعني كيوقع لينا هكذا بحال تتريزيرفي لنا في الميموار هكذا خمسة ديال لي كاز، جوج ثلاثة أربعة خمسة. وقلنا بما أن انديسي أ زيرو كيبداو من زيرو، أن دو تخوا كاطخ، إلا حسبتيهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة يعطيك هي هادي لاطاي. داكشي علاش مكنمشيوش حتى لخمسة، إلا مشيتي لخمسة تزاد عندك واحد الكاز أخرى، أصلا أنت الطابلو ديالك صغير يعني قل، يعني غيوقع لك مشكل. هادي بالنسبة لغومبليساج. دابا نجيو نديرو برينت اف افيشاج دو طابلو، سيميو نديرو واحد غوتوغ على لين، ونجيو نعاودو نديرو ديك الفور، نبدا من اي تساوي لنا زيرو، اي اصغر بيان سيغ من خمسة، اي بلاس بلاس. ونجيو هاد المرة نديرو برينت اف، نسميوها كاع فرونشمون طاب بورسون تي كتساوي لنا بورسون تي. نحتاجو بعدا واحد غوتوغ على لين هنا باش ميجيبناش صفر واحد، بورسون دي اللولى لا تكون هي اي، ديرو لها اي بليس ان، واخا هي نورمالمون راه غي اي، بالنسبة لنا حنا كبروغرامور راه كنفهموها اي. وبالنسبة للثانية هي طاب دو اي، يعني بغينا نقولو ليه جبد لينا سيدي شنو كاين اي، ونجيو ندير واحد بوغ نديرو هنا غومبليساج، غومبليساج دو طابلو، بوغ ماشي يبان هادشي مزيان وصافي. كما كتلاحظوا غومبليساج دو طابلو دوني لي ليمون لو برومي ايليمون، مثلا نمشيو بجوج ربعة ستة ثمانية عشرة. لاحظوا بعدا يعطينا افيشاج دو طابلو، لاحظوا طاب دو زيرو فيها دو، طاب دو ان فيها كات، طاب دو دو فيها سيس، طاب دو تروا فيها ويت، وطاب دو كات فيها ديس، يعني داكشي اللي دخلناه هو اللي كاين.
نشوفو ليكزيرسيس لي من بعد منو شنو كيقول. سوا ان طابلو دو ان اونتي شيرشي اي افيشي لو مينيموم اي لو ماكسيموم دو طابلو. داكو يعني دابا انا اعتبر عندنا واحد طابلو دو ان اونتي، عندنا واحد النومبر ديال الطابلو. هاد لي زونسيان نقدروا انيسياليزيوهم بحال هكذا مثلا، نخربوهم باش يكون شويه، نديرو هنا 12 11 25 8. وممكن دير الغومبليساج باغ ليتيليزاتور، واخا ما عليناش. نديرو دابا نعتبر بان هاد الطابلو راه ديجا عامر، هو عندنا فيه 5 ديال لي فالور. دونك درنا نخدمو بنفس البوكل 4 اي باش نباركوريو الطابلو كامل، غير هاد المره ما نديروش افيشي، نحيدو هادي. دابا شنو بغينا؟ غادي نعتبرو الماكس هي، نعتبرو داك واحد الفاريابل ماكس هي طاب دو زيرو. حنا باغ ديفو اعتبرنا بان هاد واحد هي الماكس، دونك قبل نجيو نديكلاري واحد الفاريابل ماكس، وهاد الماكس اعتبرنا بان هذه هي واحد. وغادي نباركوريو الطابلو، الطابلو يعني يمشي لنا هاد المره من واحد، علاش؟ لان زيرو ها هي راه ديجا اعتبرناها هي الماكس. دونك الطابلو غادي يمشي لنا من الواحد. دونك نجيو نديرو واحد الاف هنا لداخل سي، واحد الكونديسيون، الا كانت طاب دو اي اكبر من الماكس الوغ داك الماكس او سوا طاب دو اي. هادشي اللي نديرو هنا، بما انه انستريكسيو وحده ما درتهاش وسط لي غيومين، ممكن دير هاد المعقوفتين واش كيتسمعوا، راه ممكن تكسبهم، ما عندناش مشكل. بوان فيغول هنايا، ونجيو هنا ونديرو واحد برينت اف، نقولو فيها لو ماكس دو طاب لو اي بورسون دي هو ماكس. ندير واحد روتور على لين، ونجيو نشوفو ليكزارسيس ديالنا واش خدام مزيان ولا لا. كما كتلاحظو هو عطاني لو ماكس دو طابلو اي 25، يعني جا وبقى تيفيريفي. حنا في الاول كانت واحد هي الماكس، دونك جا فيريفيا، دخل البوكل طاب دو واحد، يعني حنا بدينا اي اي غادا من واحد، طاب دو واحد هي 12، جا شاف هاد الكونديسيون واش 12 طاب دو اي، واش 12 كبر من واحد، قال وي، دونك ماكس ولات هي 12. جا عاوتاني دخل لقى 11، واش كبر من 12، لا ما دخلش كاع لهاد البوكل، جا خرج عاوتاني ايت انكريمونطات ولات كتساوي لنا 4، اي دو 4 هي 25، طاب دو 4 هي 25، 25 واش كبر من 12 اللي ديجا كانت فيه، قالك وي، يعني دخل هنا عطى الماكس 25، يعني الماكس دابا ولات مريزيرفيا فيه 25، رجع عاوتاني انكريمونطا اي، اي ولات هي 4، طاب دو 4 يعني جا فيريفيا 8. طاب دور عليا 8 في 25 لقى ماشي هي، يعني ما اكزيكيتاش هادي وخرج، ملي خرج في الماكس ولات فيه القيمه ديال 25، داكشي علاش افيشي لنا 25. ممكن نديرو هادي ليتيليزاتور هو اللي يدخل لينا هاد لي دوني، هادو ما عندناش، ليتيليزاتور هو اللي يدخلهم. غادي نديرو هاد القضيه، وكما كتلاحظوا غادي افيشي هي نفس الشيء. هاوي نحيدو هاد ديال الكومونتير. ليتيليزاتور زعما مثلا، جا مثلا دخل ليا 12 0 33 109 ودخل ليا جوج، كما كتلاحظوا لو ماكس دو طابلو اي 109. دخل له اي قيمه بغيتي، غادي بغيتي دير المين، شي خطرات كيعطيك البروف المين، اولا انت بغيتي تخدم المين صافي، يعني ممكن تشونجي هاد لي فاريابل فيما كان عندك، تشونجيه بالمين هنا بيان سور، خاصو افيشي ليا المين هنا بيان سور مين، وكتجي ولكن في هاد لوكا كتقلب، يعني فاش تكون طاب دو اي صغر من المين. دابا حنا بالنسبة لنا هنا المين عطيناه هي طاب دو زيرو، ونجيو اتلاحظ وي هنا ماشي ماكس مين، قليا بالك ما ديكلاريتيش هاد الفاريابل، ما عمرك ديكلاريتيه وخدام به.
لاحظوا نبداو بناقص واحد 8 جوج مثلا 0 28 ناقص 4. لاحظوا بعدو ما بدلتش هذه لو مين، هنا نورمالمون يكون لو مين دو طابلو اي موان 4. هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. ندوزو نشوفو 5 ايكزيس بالزربه. ديتيرميني سي ان اونتي اكس ابارتيان ان طابلو دو ان اونتي اون ديتيرمينو لو نومبر دوكورونس. بالنسبه ليكزيرسيس 5 غنخليه حتى لا فيديو الجاي لحقاش فيه شويه ديال الخدمه. المهم الى هنا كتنتهي هاد لا فيديو هادي، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في لا فيديو الجاي تمام الصحه والعافيه. نتمنى لكم تكونوا فهمتوا. بالنسبه للناس اللي ما فهموش شي حاجه يخليوها لي في كومونتير نزيد نشرحها لكم اكثر. الى هنا كينتهي لا فيديو ديالنا، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.